ويقول آخر أيضا في السجن: دعوت الذي قبض علي لأنه هو سبب في توبتي، وأحمد الله أن قبض علي في هذه القضية وتبت، لا أن أستمر فيقبض علي في قضية أكبر منها. في يوم من الأيام كنت في دار الملاحظة، شد انتباهي أحد الأولاد الحزن مخيم عليه، شكله حزين. سألت أحد المسرفين عن قضيته فقال لي: بعد شوي انتظر. بعد ما رجعنا المكتب قال لي: شفت الولد هذا اللي انت سأل عن قضيته؟ هذا أبوه مروج مخدرات. شف التعاطي والإدمان والترويج وين يوصل حد الإنسان، أن يكون كالبهيمة يتصرف تصرفات بهيمية. الله عز وجل: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يقول والده كان مروج مخدرات ويتعاطى، وفي ليلة من الليالي دخلت الأم فرأت أن زوجها يفعل في ولده. تخيل الأب يفعل في ولده وقد فعل في بنته. أصاب الأم المسكينة انهيار عصبي وهي الآن في المستشفى، والولد عندنا هنا في الدار والبنت في دار الفتيات. إذا الإنسان وقع في شراك المخدرات أصبح كالبهيمة، بلا عقل بلا دين بلا أخلاق بلا قيم بلا شهامة بلا رجولة، ما يفرق بين زوجته وبنته، ما يفرق بين زوجته وأمه. يقول أحد المساجين: أرسل لك رسالتي هذه من سجين أو عاق أو سافل أو حقير، سمني مثل ما تبي، لأن هالعبارات شوي في حقي، لأن قصتي طويلة، بل إنها أدهى وأمر مما تتخيل. وحتى ما أطيل عليك بالمقدمة فهذه قصتي أنا عادل. إن قصتي بدأت من يوم كان عمري 12 سنة، يوم أهملوني أهلي وخلوني صيد سهل للفاسدين. أهملني أبوي، الله لا يسامحه لا دنيا ولا آخرة، لأنه سبب ضياعي. إيه نعم، أبوي هو سبب ضياعي، هو السبب الرئيسي بضياعي، لأنه أهملني وتركني، بل تركني وأهملني وجعل المسؤولية لأمي المسكينة اللي انحرمت من العيال عقبي، لأني أنا المقرود. يوم جيت ولدتني أمي تسببت عليها وشالوا رحمها يوم ولدتني، ومن هذا اليوم أبوي معها فهواش وخناق يوميا، لأنه ما رضى بالمكتوب، بل صار يعيرها بأنها ما تنجب عيال. طبعا أمي لأني وحيدة ما ترفض لي طلب مهما يكون، أبوي علشان يكسبني بصفه يعطيني كل ما شافني 100 ريال علشان أكون معه، وأنا بزر ما أصدق وألعب على الحبلين. المهم أنني ضايع بين الاثنين، أبوي أكثر مني ضياع لأنه ما يجي للبيت إلا وقت النوم، ومتى الساعة 1 وفوق، وإذا جاء ذاك اليوم بدري ولا ما طلع بدأت الحرب بينه وبين هالمسكينة. المهم إن إذا شفتهم كذا طلعت للشارع، ويوم بعد يوم كان في واحد كل يوم يمر عند الباب ويفحط ويسلم، حاول أنه يتعرف علي، وأنا ما صدقت خبر أن هذا المفحط اللي عنده سيارة يكلمني ويعرفني. بديت أركب معه وندور في الشوارع، وإذا رجعت البيت سألتني أمي: وينك؟ قلت: عند ربعي. وما تدري من هم ربعي. أما أبوي عمره ما سألني عن شيء أبد، أول ما يشوفني بس يعطيني 100 ريال، وإذا ما شافني فلا يسأل عني. أهملت الدراسة وصار صديقي فيصل أعز من أمي وأبوي، يعلمني السواقة وكل الأمور الشبابية، وأنا ماني مصدق أني صرت رجال مع أني عمري 13 سنة طبعا. وحنا من شارع تفحيط للثاني، وكان فيصل يعلمني كل شيء حتى الكلام الفاحش، لازم تكون رجال تعرف كل شيء حتى الشباب ما يخدعونك. لين جاء يوم وقال: ايش رايك اليوم ننام في الاستراحة؟ على طول قلت قدام. اجتمعت الشلة وجلسنا ولعبنا، والشباب كلهم اكبر مني سن،
إلا كم واحد كانوا مع أصحابهم مثلي أنا وفيصل، أنا الوحيد اللي ما حد قدي، وأنا أحلى واحد فيهم وأجمل الشباب، وما أدري إن الذئاب تتمنى لحمي الطري الجميل. بعد يوم شاق ومتعب كان فيصل لم يعرض علي أي شيء، وإذا عرض شيء ما نرفض له أبدا، ما استطيع أن أرفض له الطلب إلا السجائر كنت ما أحبه، دخان ما أحبه. كان فيصل جاب لي شاهي وقال اشرب هذا الشاهي من يدي، شربته يا ليتني ما شربته، شربته يا ليتني ما شربته. كان الشاهي فيه نور طبعا، صحيت الصبح على مصيبة بالنسبة لي، أما بالنسبة لفيصل سعيد جدا. حاولت الهرب من فيصل فقال لي يا حبيبي هذا نهاية كل اثنين مثلنا، وأنت وهذا محمد وسالم وناصر وعبد الله وكل الشلة مثلنا يسوون، وأنت رجال بكرة بيكون لك واحد تعلمه مثل ما علمتك. هو يكلمني وأنا ما كان في عيني إلا أمي المسكينة وأبوي المجرم اللي أهملني وتركني هالذيب طبعا. قلت الفيصل أنا ماني مثل الكلاب اللي عديته، أنا أشرف منهم ومنك. ضحك قال أشرف منهم قبل تركب معي السيارة، أما الحين لا يا حبيبي لا يا حبيبي. قلت والله لعلم أبوي باللي صار. قال أبوك أبوك أصلا ما في خير، لو في خير ما أهملك. يقول أبوك لو في خير ما أهملك ورماك ما سأل عنك، وكانت كلمته صحيحة في محلها، وهذه هي المصيبة. قال لا أبشرك أبعطيك فيلم هدية لأبوك، وكانت الصدمة أكبر وأكبر لأنه مصورني. وبعدها استسلمت وخارت عزائمي قدام هالشخص اللي كان أعز الناس عندي وصديق وخويي، وبدأ مشوارنا في استدراج الشباب أو الصغار لهالشلة. فصرت أنا اللي أجيب العيال الصغار فيصل يفعل بهم الفاحشة، أما أنا فكنت عند الحاجة. حتى جاء اليوم الموعود وقبض علينا في هذه الجريمة وحكم علي بالسجن 6 سنوات طبعا. عندما وصل الخبر للمسكينة أصيبت بالجلطة وأدخلت المستشفى، فكنت أنا السبب في وفاته والسبب في حرمانها من الإنجاب. ما شافت مني إلا كل شر، هي اللي عطتني كل خير، إلا أنها من خوفها علي ما كانت تقول لي شيء، لأن المجرم الله لا يسامحه أبوي كان دائم يهددها أنه بيطلقها وبيأخذني منها، ويقول أنا اشتريت عادل بالريالات اللي أعطيه إياه، أما أنت فخلي الحب ينفعك. بالفعل قدر يغلبها، ماتت أعز الناس، ماتت أمي ما شفتها ولا حبيت رجليها ولا راسها ولا جبت لها إلا الهم والعار والموت. أما أبوي فكان هو البطل هو البري، مع أنه هو المجرم الله لا يسامح الدنيا ولا آخر. تبرى مني، تزوج بعد ما ماتت أمي بشهر، وبدأ ينتبه لزوجته وعياله ويخاف عليهم لا يكونون مثل عادل. وما شفته من يوم القضية لين طلعت وجيته، جيته في البيت وطردني من البيت، وأنا ما كان همي من هالبيت إلا بس حاجة واحدة، تعرفون وش كان همي؟ إني أشوف ورقة أمي، كان همي اني اشوف غرفة امي واحب البلاط اللي كانت رجليها تطا. لكن ابوي طردني وحرمني من هالامنية مثل ما حرمني من امي. بعد ما طردني مالي بيت ولا ابو ولا ام ولا اخوان، ضعت بالشارع مالي مأوى، الناس كلهم ما تبيني، طالع من السجن مجرم
مثل ما يقول أبوي والمجتمع، كنت منبوذ، قعدت شهرين لا أكل ولا بيت لي إلا من بعض أهل الخير، لين رجعوا لي الديابة مرة ثانية، والتميت على الشلة من جديد، شلة فاسدة، مخدرات، ضياع، قضايا لا أخلاقية. أنا اللي كنت ما أحب السجاير ولا الدخان، الحين أتعاطى مخدرات، صرت أصرف على نفسي بهالبلاوي، من حرام في حرام، وكل ما صحيت تذكرت أمي وأبوي، الله لا يسامح أبوي، أرجع للمخدر عشان أنسى، كل ما تذكرت رحت أتعاطى مخدر عشان أنسى. في يوم تحت تأثير المخدرات أخذت مسدس ورحت لأبوي، أبي حقي منه، دفعت الباب ودخلت عليه وزوجته وقلت أبي 50,000 أدخل مشروع أخير من حالتي هذه. ضربني وطردني وسب أمي وقام يشتمها، يسب حبيبتي وهي في القبر ويقول لي اللي فيك يا حقير أنت السبب في موتها، أمك اللي ضيعتك الله يضيعها. وبدون شعور أطلقت عليه طلقتين، واليوم له سنة في العناية، لا ميت ولا حي، وأنا أنتظر الحكم بالقصاصة والسجن علشان منه، علشان أبوي المجرم الحقيقي. مش باقي لي في الدنيا، الموت أفضل لي وأحسن حل.